شكرا شكرا حبايبي. معكم اخوكم خالد مشرافي. ما عليكم زود. اول شيء نحب نشكر اخونا وحبيب قلبنا ناصر الغامدي، تحيه تحيه. اليوم ما دخلنا قريه، دخلنا مدينه، استقبلنا استقبال الزين والضيافه الزينه، ما كنا متسابقين، كنا نجوم وحنا نجوم. منا الحين نرجع لخالد مطيري. حاولت اني اصير شاعر ولا قدرت، وحاولت اني اصير منشد ولا قدرت، بس ان شاء الله ان شاء الله راح تلقون العلوم الغانة، الضحك والسوالف وفلة الحجاج تلقونها. وشكرا حبايبي. وعند الله مدري ايش سوى على اساس يبي يعطيك ارتعته. وقف وقف الحين، دقيقه عرفت حركاتك كيف الحركات؟ قفطك من قبل شيء، تمدى ناصر الغامدي عشان يعطيك الكرت الذهبي. لا ما له دخل، لا ما له دخل والله. يعني شو هيدا تدخل بنيتي؟ ما ادخل بنيتك، لا تدخل بنيتي يا اخي. زين اجل ليش مدحت ناصر؟ للامانه للامانه قسم بالله اني انا اليوم لا 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 مو كذا خلاص. ايوه ايش رايك فيني؟ أيوة. تراني مؤدب. ايوه هلا اذا عصبت عصبت. يلا احتك. اول شيء طال عمرك احنا اليوم دخلنا مو قريه، قسم بالله ان دخلنا مدينه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. استقبلنا استقبال، بسم الله علينا، بسم الله علينا، ما شاء الله علينا. ما شاء الله. ايوه استقبال الزين، الضيافه الزينه. طيب سؤال لبي. انا ما في متسابق جاء ما سالته السؤال هذا، ما شاء الله. وبسالك يا هل تتوقع الكرت الذهبي لك؟ إن جاني شوف. لا 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 ما بدي جواب دبلوماسي. إن جاني خير يبارك، وإن ما جاني فيستهلون. لا 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 أبي جواب. بإذن الله بإذن الله خادم طيري راح يتأهل للبرنامج وبالكرت الذهبي بإذن الله. طيب لو ما تأهلت بالكرت الذهبي وش بتسوي؟ أما تأهلت بالكرت الذهبي هل تتوقع لك جمهور؟ أنا عندي جمهور وعندي ناس يدعموني وبيض الله وجيههم، سواء من بعيد ولا من قريب عندي جمهور. طيب في متسابقة وشيء قلب أدفع 2 مليون؟ أنا يمكن أدفع 6 مليون. أقعد يا ولد هدي اسمع دي حبيبي مايكيك خليني اروح خرجت واضح يعطيك العافيه ما بقى غير المتسابق اللي بعده جاهز؟ اعطونا اللي بعده.